شكرا لساكا كويزين لان دائما كيكبروا بيا فيما كتكون عندهم شي حاجه كيعرضوا عليا، ونتمنى هادشي اللي حطوا لكم يكون عجبوكم ولي بروموسيون يكونوا نالوا رضاكم، وعلاش لا مرحبا بكم. شنو ممكن لك تقولي على لي برودوي ديال اكيد تستعملي برودوي ساكا، شنو ممكن لك تقولي على لي برودوي ديال ساكا؟ ولي برودوي ديال ساكا شي حاجه اللي هي زوينه، ثاني حاجه الاثمنه جد جد مناسبه، ثالث حاجه انا في داري كاين غير لي برودوي ديال ساكا، كاين غير ساكا ساكا. رابع حاجه حتى البرنامج ديالي اللي كان في التلفزه اللي هو وصفات هدى كان كله مع عندي ساكا كويزين. الله يبارك فيك، الله يكبر عليك. شكرا هدى صدقي ومرحبا بك في المحل ديالك ساكا. مزيان مزيان قربوا لينا الله يخليكم باش ما تقولوش كما تقوليناش، قربوا لينا ابروشي سي فوبلي. كاين ان كادو زوين الا جاوبتوا عليه غادي تربحوا كادو، وغنسلموا لكم الممثله الكبيره ديالنا هدى صدقي. دير هي انا ما حبيتش هوبا ماشي 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 لاباس عليك، قلت لي دابا كيقول لاباس عليك العشاء، لاباس عليك لاباس عليك. شو سميتك؟ تبارك الله علينا مريم كزاوية. مزيان انت زبونة وفية لساكا مرة مرة ماشي تجربة شبعينة. مزيان شنو الحوايج اللي عجبوك في الساكا؟ كلشي كلشي زوين. واد اليوم ديال التخفيضات شنو بان لك فيه اليوم؟ الحمد لله كلشي مزيان. وجات عندنا لالا بغيتها صدقي بغيتها شي حاجة كبيرة عندنا. تبارك الله عليك. دوك السؤال جوجو السؤال عرفتي السؤال؟ عرفتي ما بغيتيش تجاوب؟ هذا المدان داز واحد البرنامج تاع كي ساكا واحد القناة سميت القناة وسميت البرنامج الأولى الأولى مزيان نسب الجواب سخويا جواب صحيح. منين ما بغيتي سميت البرنامج؟ وصفات هدى. وصفات هدى سينيا وبرد وخميس الدور ولكن هنا تاي دابا عاد غادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الزوينين ديالي شخباركم لاباس عليكم؟ اش غادي نقول لكم؟ ما تصوروش قداش انا فرحانه 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 عاتي قبيله وانا كنضحك وتحس راسي مبتسمه كنحس هنا دابا كيضرني والله ما نكذب عليكم. شفت اليوم واحد الكم هائل ديال المتتبعات ديالي وفرحت فرحت 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 بزاف. اللي كتجي عندي كتبوسني كتعنقني كتصور معايا كتقول لي هدى راه حنا متبعينك في يوتيوب، هدى راه حنا كنديروا وصفات ديالك، هدى راه اي حاجه كتبارطاجيها معنا الا وكنديروها كتكون ناجحه 100%.
والله فرحت الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا، حيت هاد الناس كاملين اللي كانوا اليوم في ساكا كويزين انا متاكده باللي راه غيتفرجوا اليوم في الفيديو، وتا انا كنت فرحانه بزاف 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 فاش شفتكم. البنات اللي ما حضروش معنا اليوم في هذا الاحتفال ديال اللي احتفلوا ساكا كويزين بمناسبه عيد الام، راني كنت قلتها لكم المره الفايته وعلمتكم وقلت لكم راه نهار السبت غادي يكون واحد الحفله كبيره غادي يديروها ساكا كويزين، وداروا جوائز، داروا واحد المسابقه وكيعطيو اسئله مره كيختاروا شي وحده من لي كليون اللي كاينين وتعطيوها سؤال، ويلا جاوبات وكان السؤال كان صحيح كيعطيوها كادو. تبارك الله الجوائز كانت رائعه. المهم انا غير الجوائز بعدا اللي حضرت لهم، حضرت الجوج، حضرت واحد البلاكار خداتو واحد السيده الله يدخلوا عليها بالصحه والسلامه، بلاكار فن 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 في الغوز يصلح لها البنيه ديالها، وواحد السيده اخرى جاوبت على السؤال اللي هو اشمن برنامج شاركت في ساكا كويزين هذا العام اشنو سميتو وفي اشمن قناه. وتبارك الله السيده ما شاء الله ما شاء الله جاوبات السؤال كان صحيح، وربحات واحد البراد وصينيه والكيسان ديال اتاي ديال الضيف ما شاء الله، تهي الله يدخلوا عليها بالصحه والسلامه. وانا فرحت بزاف فاش تلاقيت مع هاد الناس لانهم كتحس بحب حقيقي، والله حب حقيقي ما شاء الله، الله يحفظكم ليا. انا دابا شاده الطريق غادي الوسط ديال كازا، المسرح اللي كاين فروش نوار اليوم كاين مهرجان الدولي للمسرح والثقافات، وغادي يديروا التكريم للفنان ديالنا كبير نور الدين بكر، الله يطول ليه في العمر والله يعطيه صحيحته والله يحفظ ليه وليداته والله يخليه لوليداته يا ربي، غادي يديروا ليه التكريم. وبطبيعه الحال غادي انا على ود نور الدين بكر الفنان ديالنا كبير، وغادي على ود باش نتفرج في المسرحيه ديال الصديق ديالي امين ناسور اللي هي مسرحيه بضد، شحال من خطره عرض عليا باش نمشي نتفرج فيها، ولكن كانوا كيعرضوا في الرباط وكان كيعجز عليا انني نمشي حتى للرباط ونجي معطله شي شويه بالليل والبنيات ما عندهمش مع من يبقاو، فدابا غادي نمشي نتفرج فيها لان المسرحيه فيها اصدقاء ديالي، فيها خديجه زروال كلكم كتعرفوا خديجه زروال، فيها كمال الكاظمي فنان ديالنا الكبير، وفيها بطبيعه الحال ابن بيب بنيوي، وكنتمنى ان شاء الله تدوز مسرحيه زوينه. كنقولوا لي مسرحيه زوينه وكتقتل بالضحك، ولكن غادي نشارك معكم ان شاء الله بعد الكواليس. امين ناسو امين ناسو لاباس عليك شي مزيان شي لاباس فين هي ماماك وين هي النص ديال ماماك؟ فين هو؟ حبيبي الله يحفظك يلاه. اخ ميس مالك من المغرب؟ بخير. حياك وبياك مولاك يا هذا. عافية ما عرفتينيش. عرفني. بعد ما نعرفك. انا تنعرفك. ايوا ايوا انا جربت الكوكيز ديالي. يلاه يلاه من الفوق. اشربت الكوكيز. سوق الدلا ودابا عاوتاني انت غطيني في الرحاليه تاعي وبدات عليا من دابا. من دابا امين ناسور معايا في دابا عاد غنقول دابا عندنا ان شاء الله واحد المسلسل جديد فيه 24 حلقه انا كنتاكد في 24 حلقه ان شاء الله نهار واحد الشهر غادي نبداو التصوير اللهم يسر مع السي بوعروه الحاج كنوجهوا له التحيه وجلاله جميله البرجي هما اللي خدمنا معاهم سالف عطره وخدمنا معاهم سوق الدلاله. المسلسل قريب ان شاء الله معنا بزاف ديال الفنانين المعروفين معنا ساندية تجدين ربيع القاطي الى 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 اخره المهم لائحه طويله والكوتش ديالنا بطبيعه الحال ولاعب مازال غنحمقك ثاني هذا المره لانه في سوق الدلاله كندير معنا نفس الشيء كوتش من غير الكوميسير راه كان هو الكوتش ديالنا ياك خليل قبلوا علينا وعليك يحشمنا امين امين اخبارك لاباس عليك صحيحتك كلشي مزيان لحظتك غيتا هذه الدورة 15 مهرجان مسرح وثقافات تكريم الفنان الفاضل نور الدين بكر. وي
وي الصراحه استهلي مكتب